بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أحب أن أقدم لكم فيديو. هذا اليوم هو فيديو تحفيز للشباب والهواة اللي يحبون يتعلمون الكمان أو العود أو الموسيقى بصورة عامة. طبعا بين فترة وفترة صادفنا متدربة أو متدرب موهوب وعنده قابلية يعني يتمرن، يعني احنا نفتخر بهذا الشيء بالموهوبين واللي عندهم قابلية. واحد المتدربات اليوم اللي راح اقدمها هي الدكتورة رفل الشمري، طبعا طبيبة اسنان وتحب الموسيقى وبدت تتدرب وياي من الصفر، واشترت كمان جيدة ألمانية دزوليا طبعا من بلجيكا، لأن كمان جابتها هي ما تعرف، اشترت صينية. فقلت لها ما تفيدك بالتمرين، فوصت على كمان واشترت كمان جيدة، يعني مال عزف كمان بروفيشنال جيدة مال عزف محترفين يعني، وبدت تتمرن. ولكن هي تتمرن بكثرة يعني يومية، رغم مشاغلها بالعيادة والمستشفى، وتتمرن يومية 4 ساعات تقريبا أو أكثر، ولكن مشت بخطوات جيدة، يعني مشت مثل ما إحنا نريد، ملتزمة بالتمارين. وخلال 2.5 شهر أنا ذكرت 3 أشهر، وهذا الشهر الثالث يعني دخلت بي بعد ما كامل، وصلت إلى مرحلة يعني حتى يعجز اللي صار 8 أشهر أو 9 أشهر إنه يوصلها. فهذه قابلية يعني، وتمرين وحب وأصرار. فهذا الفيديو راح أقدم لكم إياه هي الدكتورة، إنه هي تعزف وتمارينها هو تحفيز، يعني ماكو شيء مستحيل، إنه أنت ماكو شيء صعب. وهي خلال هاي 2.5 شهر يعني صارت عندها اشياء صعبه وحاولت وتجاوزتها بالتمارين، فماكو شيء صعب. ورغم انه عمرها يعني مو عمر مراهقه وعمر 10 سنوات حتى نقول تاخذ ايديها طريه بعده وتعزف، وعمرها يعني في برج 40 تقريبا، هي يعني حتى لو عمرك 40 سنه 38 سنه ممكن تتعلم. ولكن التعلم شنو هنا؟ يتبع الرغبة والحب والإصرار أنه تريد تتعلم. فهذا الفيديو يعني فيديو أنه تحفيز، وأيضا نفتخر إحنا، يعني مو أتبجح أنه أقول أنا وصلت هذا المستوى، لا والله، ما العازف يوصل للمستوى بجهوده هو، إحنا مجرد توجيه صحيح أنه أعمل كذا أعمل كذا، هذا خطأ هذا صح، والعازف يصير. فحبينا أن نشوفكم مستوى مبتدئة 2.5 شهر من التمارين أنه وين وصلت. يعني أنا هاي بعد سنة أتوقع لها توصل مستوى جدا عالي، ورغم ذلك هي تريد عن نقطة، وخلال هاي 2.5 شهر تقريبا تقنت العزف عن نقطة، خلينا نقول 50 إلى 60%، رغم هي بعدها ضعيفة بالعزف النوطة، ولكن فهمت شنو النوطة وشون تنعزف وبدت تتمرن عليه. فنشوف تمارين الدكتورة، وأيضا عزفتنا مقطوعة جميلة من خلال التمارين اللي طت هي لفيروز، هي بكتب اسمك. فنشوف الفيديو. طبعا تمارين اليوم ويا الدكتورة رفل الشمري، طبعا شوية تعريف عنها، طبيبة أسنان وتحب الموسيقى بجنون، يعني مو بس تحبها تعشق الكمان. وهذا الشهر الثالث هو من تمارينها. طبعا هسه البعض يقول كذي مثل ذي دكتورة، والله سيقولون كذي كذي مو عزفة. فالشهر الثالث بدت الدكتورة تتمرن على بدايات البوزيشن، واليوم عندنا تمرين شوف بدايات البوزيشن على نغم النهاوند، يعني لا بيمول سي بيمول مي بيمول، راح نسمع تمارينها
وهي تتمرن مع الإيقاع. لاحظ دكتور أنا أسوي لك الإيقاع. حسب اللي يصور ممتاز والله ممتاز يلا جيد جدا دكتورة كلش ممتاز. هنا بعد ما شفنا الفيديو يعني وانتو تحكمون على مستوى العازف وخصوصا الموسيقيين يعني انت اخذ بنظر الاعتبار انه شهرين ونصف مع الكمان وهذا المستوى فاذا صار لها سنتين وثلاثة تعزف وين توصل. فاني طبعا فخور بيها وأنا طلابي اللي أفتخر بيهم وأعتز بيهم أقدمهم في فيديو تحفيز للشباب للهواة حتى يصير عنده حافز إنه يتمرن. وأتمنى إنه الفيديو عجبكم وأنا حاضر لكل الأصدقاء أن أقدم المساعدة لأي معلومة لأي تمرين لأي ضعف عندك وأنت متابع للدروس اتصل بي في أي وقت ما عندي مانع. وأتمنى أن أخدم الجميع. إلى هنا ينتهي الفيديو ومع السلامة.